حفاظاً على الصحة العمومية للمواطن والبيئة، انطلقت عملية تعميم استعمال البنزين بدون رصاص في جميع محطات الوقود على مستوى الترابي الوطني. Après une longue concertation مع سلطة الضبط مع سوناتراك on a vu que je dirais la consommation de l'essence super de l'essence normale diminue chaque année et l'augmentation aussi de l'essence sans plomb qui a pris un petit peu de l'ampleur par rapport aux années précédentes و قالت لك ما يخفالكش بلي كنا نمبورتي دو ليسونس دوك الحمد لله يعني المصفات تاع سوناتراك يقدروا ينتجوا حتى 4 مليون دو طون دو ليسونس اي سافا نو بيرميتر يعني دو كونسومي منتوج جزائري. التخلي عن استخدام البنزين العادي والممتاز والإبقاء على البنزين بدون رصاص لقي استحسانا من طرف المواطنين ما دام ليس له تأثير على محركات سياراتهم. يا الانسان باش يعرف السون بلون تاع الصح يقرا عليه يشوف عليه يطالع عليه ودنيا يعرف بلي مليح لي كاع لي موتور ومليح للبيئه ومليح لكلش الناس لو قاديك راهم يليمينيو باريطا كل حاجه اللي يشوفوها تضر شويه الموتور ولا يليمينيوها بالعقل 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 حتى يلحقوا التريسيتي فيكول ملي جبت شريتها وهي تمشي سون بلون بالكاربيرون سون بلون اي جو بونس خير من ليسونس نورمال و سوبر اللي فيها un pourcentage élevé de produits toxiques. استهلاك البنزين الخالي من الرصاص يدخل في استراتيجية الدولة الجزائرية للتخلص نهائيا من الرصاص الملوث للبيئة، خاصة أن معظم السيارات الجديدة مزودة بجهاز الحد من تلويث الجو في نظام عوادمها.